بداية أنا بتشكر جمهور نادينا العظيم يلي وقف معنا ودعمنا دائما إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا، وبتشكر كمان جميع أبناء سوريا اللي وقفوا معنا ودعمونا بكلمة حلوة وبالبيانات. نحن من أول ما وصلنا للمملكة ما واجهتنا أي صعوبات، كنا ملتزمين والجميع كان منضبط والأمور جيدة. نحن بلعبة الذهاب قدمنا أداء جيد، أداء بليق باسم تشرين، أداء بليق باسم سوريا. ما حالفنا الحظ، ولكن نحن إن شاء الله بلعبة الإياب رح نبذل جهد أكثر ونحن قادرين على العودة. نحن كلنا أمل وثقة بلاعبينا يلي أثبتوا دائما مرارا وتكرارا أنه هني قد جميع الصعوبات، وإن شاء الله نحن منوع جمهورنا بأداء عظيم ومشرف غداً.